بسم الله الرحمن الرحيم. فإنهم دعاة ضلال ودعاة فتنة يجب الحذر منهم. الآن مقبل عليكم عيد الميلاد المجيد، صح ولا لا؟ يا بتجي الهوية، نقول للمسيحي كل سنة وأنت طيب ولا لا؟ هل يجوز تهنئة المسيحي ولا لا؟ الضجة اللي كل سنة يعملوها لنا. الأزهر يقول يجوز، دار الإفتاء المصرية يقول يجوز، بعض إخواننا لا يجوز. يا أستاذ الأزهر يقول لك أزهر مين؟ هذا من الولاء والبراء. طيب خذوا الكلمة هذه أو دعوها إن لم تعجبكم. غالب فقهائنا نصوا على تحريم التهنئة، تمام؟ أقول ثاني، غالب فقهائنا المتقدمين قالوا بتنصوا على تحريم تهنئة أهل الكتاب في أعلادهم الدينية، صح. وكلام فقهائنا في زمانهم صح، ما كانوا متشددين. اللي يقول عليهم متشددين ما يفهم. لكن اليوم الفتوى هذه يجب تغييرها. لما؟ لأن فقهائنا عندما منعوا التهنئة لم يمنعوها بناء على نص في منع التهنئة، وإنما بنوها على أن التهنئة في ثقافتهم، في عرفهم، العرف، العادة، تساوي الإقرار على المعتقد. كان زمان في تلك العصور لما تقول لواحد كل سنة وأنت طيب على دينك، يعني أنت تقره على عقيدته. طبعا هذا لا يجوز، ولهذا زمان أيضا لم تكن الكنيسة تهنئ المسلمين في عيد المولد النبوي الشريف ولا في رمضان ولا في العيدين، لم يكن هذا يحصل. في زماننا العرف تغير، هنا أصبحت التهنئة لا تساوي الإقرار على المعتقد. هل التهنئة الآن تساوي الإقرار على المعتقد؟ لا، التهنئة اليوم تساوي البر، التهنئة اليوم تساوي حسن العشرة، التهنئة اليوم تساوي الجوار، المحبة، المودة، الأخوة، القدرة على التعايش، هذا معنى التهنئة. ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا النص. إذن عندما كان العرف السائد أن التهنئة تساوي الإقرار، كانت التهنئة إيش؟ حرام. هنا العلة أن التهنئة تساوي الإقرار، وعندما أصبحت التهنئة لا تساوي الإقرار ولكنها تساوي ماذا؟ البر والقسط وحسن التعايش وحسن الجوار، أصبحت مستحبة التهنئة في عصرنا هذا. شوف، من حرام لمستحب ممكن. كيف ممكن؟ ممكن لأن العلة تغيرت، والحكم يدور مع العلة حيث دارت وجودا وعدما. أهو هذا نوع من التجديد في التراث، هذا نوع من التعامل في تنقية العقول التي تتعامل مع التراث. أما النصوص من يلعب أو يعبث؟ الله. زاد أبو داود: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم، الأئمة المضلين من علماء الضلال، دعاة الشر، دعاة الضلال ودعاة الفتنة، وما أكثرهم يتسمون بالدعوة إلى الدين وهم يدعون ضد الدين، يلبسون على الناس. هذا خطر والعياذ بالله، خطر على المسلمين. هذه واحد يخاف الرسول منهم.